أنا تزوجت عمري 13 سنة، كنت حب الدراسة والعلم، فجأة لقيت حالي مخطوبة. فعلاً أنا هون نفسيتي تعبت، يعني أولاد ومسؤولية وبيت، وأنا كنت هون لسه صغيرة. أنا كنت ولا شيء بالبيت، يعني إنه خلص أنت مرأة عليك تخدمي تجيبي أولاد، مدعوسين كل حقوقك. فأنه أختي كان عم تقلي إنه هون في داعم نفسي، جرب يحكي لهم. جميع تنظيم الأسرة قدمت لي المعهد، فت عند إدارة الحالة وحكيت لوضعي بعد ما عرفت قصتي وشافت هوايتي بالرسم، دخلتني دورة التمكين، عملت التسلسل الدراسي، والحمد لله أنا نجحت بالبكالوريا. بس أنا شغفي هو الرسم، فأنا بدي كنت فوت لكلية الفنون الجميلة. يعني الحمد لله أنا نجحت بالاختبار ودخلت كلية الفنون، أخذت علامات عالية، وأنا هلأ الأولى على جامعة دمشق. بعد ما أجيت أنا هون على مركز تنظيم الأسرة، بعد ما درست أنا حسيت حالي صرت أقوى، صار لي كلمة، حتى أنه بناتي بدي إياهم يكملوا، ما لح أسمح لأي حدا يمنعهم من العلم.